طيب خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. ازيك يا سيادة النائب؟ أهلا وسهلا أستاذ يوسف. عامل إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. حدثني وأفهمني واشرح لي وأسهب القول، وما رأيكم في بيان البرلمان الأوروبي ومش بس الردود بتاعة المجلسين ولكن حتى ردك عندما تدلي بدلوك كنائب عضو مجلس الشيوخ المصري؟ لا الحقيقة يعني الأمر اللي حضرتك بتتكلم فيه أمر شائك للغاية، لأن احنا بنتكلم النهاردة على بيان يصدر من البرلمان الأوروبي ومن مجموعة تمثل الأقلية داخل البرلمان وتنتمي إلى اليسار وحزب الخضر، وبتتكلم على أوضاع وهي أوضاع غير حقيقية بيصطكوا مجموعة من الأخبار ومن التقارير ومن المعلومات من مصادر لا تمت الحقيقة بصلة. فيصدر بيان بهذا الشكل، وبالتبعية الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بتدافع عن سيادتها وعن حقها. فالنهاردة شفنا الموقف اللي صدر من مجلس النواب المصري، واليوم مجلس الشيوخ المصري والمستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق يتلو بيانا يعبر عن استياء مجلس الشيوخ من هذا التدخل الواضح والصريح في السيادة المصرية. بل اللي طلعنا بالبيان اللي صادر عن البرلمان الأوروبي، خلينا نقول إن هذا البيان في البداية طبعا هو والعدم سواء، لأنه يعني ولا البرلمان الأوروبي له سلطة على الدولة المصرية أو تدخل في هذه الشؤون الداخلية. ثانيا احنا شايفين هذا البرلمان اللي بينادي بالديمقراطية وبينادي بالحقوق الإنسان بيتدخل داخل الدولة المصرية وبيطالبها ان النهاردة السلطة التنفيذية تفرض على السلطة القضائية. طب احنا بأي مبدأ نتحدث ونتناقض في الفصل بين السلطات وتقول لي ده في ديمقراطية حقيقية وفي فصل بين السلطات، وانت بتنادي بتقول يا سلطة تنفيذية تدخلي في السلطة القضائية واخرجي هذا السجين او ذاك السجين. بالإضافة إلى معلومات مغلوطة تماما زي ما ذكرت حضرتك، زي إعدام الأطفال وما إلى ذلك، من مثلا عدد ذكروا عشرات المسجونين داخل السجون المصرية، لكن إذا فحصنا هذا الطرح هنجد إن هم بيتكلموا عن شلة معينة بعينها أربع أو خمس أفراد، ما بنتكلمش عن هذه، فأين هذه الأعداد؟ فبالتبعية هذا التناقض الواضح اللي ظهر من كلامهم سواء على مستوى ان النواب اللي بينتموا الى اليسار واللي اثاروا هذا الموضوع. وخلينا هنا ناكد على شان مهم للغايه، وهو ان الشراكه المصريه الاوروبيه بتعني ان الطرفين متساويين. يعني مهما كانت ابعاد هذه الشراكه والتعاون اللي بين الدوله المصريه وبين اوروبا وبين الدول المختلفه، ياتي في اطار من التساوي، وليس هناك اطار يخلي هذا البرلمان او يسمح لاي كيان من الكيانات اللي بتنتمي الى هذه الدول انها يبقى في املاءات على الدوله المصريه ويبقى في طلبات بهذا الشكل وتدخل سافر في سلطات الدوله المصريه وفي اقرار القانون. النهارده احنا بنتكلم مثلا لو اخذنا على مثال الشخص اللي بينادوا بالافراج عنه او اخلاء سبيله او العفو عنه، شخص متهم في جناية استنفذ كل درجات التقاضي سواء من الجولة الأولى والثانية ثم أصبح الحكم نهائيا وباتا وينفذ هذه العقوبة. طب النهاردة هل الدولة أخلت بحق بالحقوق هذا المتهم في القضاء العادل وفي أنه هو يحاكم أمام قاضي طبيعي وفي أنه هو يمثل بمحامي وبأكثر وهو الكثير من الإجراءات اللي الدولة المصرية كانت حريصة تمام الحرص على أن تؤديها؟ فكيف لهذا البرلمان ولهؤلاء النواب اللي خليني اقول لحضرتك ان للاسف بعض من هؤلاء النواب كان موجود هنا في كوب 27 وشارك في الجلسات اللي كانت في شرم الشيخ، ازاي يصدر منهم هذا الكلام وهذا التدخل وهذا الاعتداء الواضح على السياده المصريه وعلى سلطات الدوله المصريه سواء السلطه القضائيه او السلطه التشريعيه او السلطه التنفيذيه؟ حقيقة كان بيان مستفز جدا ومؤذي إلى كافة الأطراف المصرية، طوائف الشعب المصري كلها اتأذت من هذا البيان. والحقيقة البيانات اللي صدرت سواء من الكيانات السياسية الأحزاب أو حتى البرلمان المصري
أعتقد أنها كافية للرد على هؤلاء، وأيضا هيعقبها مجموعة من التحركات من الشعب بقى البرلمانية سواء الأور المتوسطية وما إلى ذلك، عشان نقدر نوضح الرؤية الحقيقية. لأنه واضح أن اللي بيوصل فعلا والمعلومات اللي بيستقي منها هؤلاء النواب والبرلمان معلوماتهم ويبنوا عليها أفكارهم هي مصادر مجهلة، مصادر مغلوطة، مصادر بتنقل صورة غير صحيحة عن الدولة المصرية، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة اللي احنا بنبنيها. طيب بسيادة النائب خليني يعني اقول لك، طب اما ان الاوان، مش اقول لك حتى نستخدم اسلوب الهجوم المضاد بكاونتر اتاك، لكن حتى ولو من باب توضيح الرؤية، انا هعتبر انه في النهاية النواب اللي هناك دول عندهم يعني عدم وجود معلومة واضحة، عدم الوصول الى اصل الامور الى اخره. طيب ما ناخد التغريدات بتاعة علاء عبد الفتاح المنشورة والموجودة على تويتر حتى هذه اللحظة، وتبعت لهم اللينكات بتاعتها، مش بس السكرين شوت، ويبعت لهم معاهم الترجمة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية من غير ما يريدوا تطوعا مننا، مش لهؤلاء النواب، ولكن في رد واضح من الغرفتين للبرلمان المصري شيوخ ونواب، لهم اتفضلوا قولوا لنا ما رأيكم في مثل هذه الأمور، وإيه هي شكل العقوبة التي توقع على المواطن الأوروبي إن كتب مثل ما كتب علاء طبق الأصل، لا أزيد ولا أقل. إيه رأيك؟ في الشق الاول يعني عايز اقول لك ان اخواتنا واهالينا من الشعب المصري ما بيتوصوش، عملوا كده على السوشيال ميديا، الصفحه الرسميه بتاعه البرلمان الاوروبي، ومتابعه التعليقات اللي المصريين بداوا يحطوها باللغات المختلفه على المنشورات على صفحه البرلمان الاوروبي، اللي بتؤكد وبتدين هذا الشخص بتحريضه على قتل قوات النظامية وقوات إنفاذ القانون، وكل الأشياء اللي أدين عليها هذا الأخ كلها الشباب المصري. يعني أنا شفتهم الحقيقة وقلت ربنا يكون في عون النواب دي على ولادها، لما يعني الحقيقة عبروا عن آرائهم، خدوا هذه اللينكات، حطوا المنشورات اللي كان نشرها هذا الشخص اللي تهدف الى التحريض، وحطوها في كومنتات على الصفحه. الحاجه الثانيه او الشك الثاني، الطرح اللي حضرتك بتقوله، طب هل النهارده مصر ممكن تعلق على حقوق الاقليات او ذوي السترات الصفراء في فرنسا النهارده وباريس، ونقدر نتكلم في اسبانيا عن انفصال اقليم كاتالونيا ونعلق؟ هو ده الموقف اللي بيفرق بين الدول المحترمه. طب انا هقول لك على حاجه لطيفه، والله بفكر معاك بصوت عالي، سؤال بس، هو ايه وضع ايرلندا من انجلترا؟ سيبك من البرلمان الاوروبي، ايه وضع ايرلندا من انجلترا؟ بالظبط ده بجد والله. طيب وبالعوده الى البرلمان الاوروبي، يعني عايز تقول لي ان مفيش عنصريه مرتبطه بالعرق وباللون في اوروبا؟ لا، انتهاكات صريحه لحقوق الانسان بتقوم بيها مجموعه كبيره من الدول داخل اوروبا. هل مصر النهارده بس النهارده بقى، ما هو ده اللي بقول لحضرتك، يفرق بين دوله زي مصر علمت العالم كيف هي الدول وكيفية صناعة الدول وكيفية إدارة الدول، وبين مجموعة من الدول. وخليني أقول لحضرتك، إحنا زي ما قلت هنفترض حسن النية، لكن أنا شايف إن مفيش حسن نية خالص، سواء من المجموعة اللي وقعت على هذا البيان أو أثارت حتى المشكلة وتحدثت عن وضع حقوق الإنسان في مصر. مصر فيها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مصر فيها تقدم بشكل ملحوظ في ملف حقوق الإنسان، وخطوات واضحة وصريحة الدولة المصرية بتاخدها عشان يبقى عندنا حقوق حقيقية وممارسة حقيقية وتمتع حقيقي بالحقوق، ومنها حياة كريمة بأبسط مثال. صحيح، أنا بشكرك جدا يا سيادة النائب، كل الشكر لسيادة النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.